وصفه الدبابيس بتاعت النهارده، هنعملها بصوص البصل مع بهارات البابريكا، هنحط هنضيف شويه بهارات تانية بس البابريكا هي اللي هتبقى الاساس. عباره عن دبابيس بص صغننه كده وجميله وبتبقى لذيذه جدا، والاطفال بتحبها، بتحس انها بتاكل حاجه صغننه قدهم يعني. ماشي، دي برده من الوصفات اللي كان كذا حد قال لي عايزين وصفات حلوه للاطفال، دي بتبقى لطيفه جدا للاطفال. عندنا بصل، يعني نحاول لو هو كيلو دبابيس نحط معاه كيلو شرايح من البصل. عندنا معلقه سكر، عندنا بهارات، سبع بهارات، وبهارات الفراخ الكزبره، كاري، كركم، بابريكا كتير كتير كتير، شويه كده مكعبات مرقه. خلاص طيب، هحط هنا الزيت، معلقه زيت صغننه عشان بصراحه هعتمد على الزبده في الدبابيس. تمام، وهبتدي احط الدبابيس ليها واحده واحده عشان لو هي منزله ميتها ولا حاجه ما نزفرش البتاع. دايما لما نيجي غسلين لو احنا مش حطينا في مصفى حطينا في بوله زي دي ما نقومش منزلين الحاجه كده مره واحده، عشان ممكن حبه الميه الصغننين دول اللي يبقوا نازلين هوريه لكم، دول ممكن يزفروا لي الاكله ويبقى طعمها وحش. بتفرق جدا على فكره الحاجات الصغننه دي. طيب احط كده فلفل اسود مش كتير، بما ان الاطفال اللي هبقى حابه ان هما اللي ياكلوها. ماشي، والكزبره، السبع بهارات. بهارات الفراخ، كل دي هتديها طعم حلو قوي. البصل عايزاها تستوي كده في ميه البصل. هنحط مكعبات مرقه الفراخ. الكاري والكركم حاجه بسيطه يعني. ماشي، هيبقى فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا البابريكا والسكر والزبده، دول هنستنى عليهم شويه. هحط حبة ثوم وهستنى على الباقي شوية. خلاص اهو، نقلب بقى كده تقليبة حلوة، وهسيبها بس تتشوح شويه وبعدين اقوم حاطه لها حبه ميه تستوي فيها. شايفين؟ طيب بصوا بقى الدبابيس اهي، افضل اقلبها كده كويس، ممكن احط لها بس معلقه زيت كمان عشان تتشوح حلو. اهو نقلب كده، نقلب كويس قوي قوي، كويس قوي، لغايه بس ما الدبابيس تتشوح اكتر شويه. ابتدي احط البابريكا بالطريقه دي. بصوا الكميه، ان هي اصلا بالبابريكا مع الزبده، واقلبها شويه قبل ما احط لها حبه الميه المغليين. يعني انا هحط الميه المغليه لما احس بس ايه انها شكشكت اكتر من كده شويه، اتحمرت كده اكتر، وعايزه احمرها مع البهارات، مش تحمروا الدبابيس بعدين تحطوا البهارات، لا انا عايزه احمرها كده عشان بس ايه الدبابيس تاخد طعم البهارات كلها بالطريقه دي. بصوا بقى الفراخ البهارات حلوه قوي ازاي، هنبتدي نحط لها حبه ميه مغليه عشان تستوي براحتها اهي، ونغطيها. ماشي اهو كده، بس نغطيها تستوي براحتها في الميه المغليه دي كده. وابتدي احط تقيله، ها تقيله شويتين كمان. اهو طعمها خطير، دي بقى طعمها خطير خطير مع الرز، خطيره.